دقيقة تعال هذا هو علي هذا علي أنت اللي تهرج بي يقال لك مزهرية والله قصدت قسم بالله يا حبي لك سكسوكك زينة قسم بالله بس أملح منك والله يا هي فخم صور معه يلا حبيبي هلا 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 يا حبيبي هلا هلا شايف جمهور يا قلبي يا قلبي وقت من اقعد انا اقول الجميل ما يقعد الا بجمال انا ابغى ترى ما له دخل ما له دخل هناك ما في اكل تلعب عليه تعال هنا لا 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 اسمع ترى احنا ما نحب الاكل عشان اللون خليك من اللون عشان يوضح بس نصر من الكنب لون نجيبه يلا. نجيبه لامك ايش لو انا بجيب الشاهي طيب من اول الله محمد بكر الله يحييك سريع يلا حي ترى هذولي ترى هذولي مو للجلوس ديكور معلش الله يمشي العدو والله اني حسبتك عصبي وانا ما ادري طيب خلاص تعال اجلس اقول ما تسوي ما تخوش علي وش ما تسوي ها والله ما كنت امزح اقول لك شيء تعال اجلس معنا والله سناب شات رجال معضل الكاميرا وين كل الكاميرات شغاله انت عامر تدلل معنا نجم السناب شات و انا اقول نجم السوشيال ميديا بصفه عامه حبيبي الله يسلمك الاستاذ القدير الفنان المؤدب المنشد بعض الاحيان وبعض الاحيان ممثل منشد اما منشد وين انت قلت لي منشد ما سمعت صوته انا عشان القناه زي كذا قلت منشد اي لازم طيب ومنشد اوكي كمل المنشد والفنان بنفس الوقت وكل الصفات الجميله فاخوي محمد بكر حبيبي والله الله يحفظك احسن من كذا ما ندعس بك ترى حبيبي دعسنا لا كذا اكثر شيء بالحياه كذا والله مره كثير عليك اي خلاص يعني بين محب وكاره محب للجمال وكاره للفورد ايش محب للجمال وكاره للفورد الجمال الفورد. الجمال يعني البعرين ايوه يا سلام عليك يا ويلك يا ويلك وكاره الكوميدي هذا جمال يعني ترى ذبحني بالسماجه طلع ريحتي بالسماجه ازعج امي ما عارف اسكت يا مرحبا مليون محمد والله شرفتنا حبيب الله يسعدك والله والله من زمان وحنا حابين تكون معنا بهاللحظه والجمهور العاشق لكوميدية محمد الله يخليك كانوا دائما يطلبون محمد بكر وشرف اني والله تواجد في قناة بداية يا مرحبا مليون الشرف لنا نشوف الوجهة الطيبة الله يطيب بالك الله يخليك والشرف لنا صراحة طب محمد بكر جميع قصيم الحمد لله على السلامة هاس فرت وانا ورت الرياض حبيبي قصيمنا اولا قوة الحين انت وش قصتك وشلون يعني اتقنت اللهجة القصيمية وشلون يعني وش الاصل من مكة صح؟ من مكة مبتعث في القصيم انا اعتبرها بعثة اي دولة في القصيم لا مو على كذا انه اللكنة شوي صعبة واتقنتها انا بفتح معهد ان شاء الله بعد فترة في جدة يا سلام معهد قصيمي تقول كذا معهد للمبتعثين للقصيم ياخذون دورة بعدهم شهادة معتمدة وشغل وهذه يعني كم قعدت بالقصيم؟ تقريبا هذه السنة ثامنة ما شاء الله ما شاء الله قديم قديم قوة قوة بالحيل ايش رايك ما دامك قديم خلنا نبدا بالقديم محمد بكر اول ما جاء القصيم وش الصعوبات اللي واجهها؟ اكيد اللهجة خلاص يبدا اللهجة اكيد في البداية واجهت والله ما واجهت مشاكل انا اجتماعي الحمد لله شوي يعني احب ادخل واجرب صيد نروح نصيد بر نطلع بر نكشت هلوكس جربت كل شيء في القصيم دوران هجوة كل شيء كمبيوتر ولا بدون؟ الاثنين كل شيء جربت قصيمي معنا يا اخي تصدق انه يحكي قصيمي يا زين من؟ ايه؟ انا عايش مولود بالرياض وقصيمي عندي ها من وين؟ انا من بريده ونحن عليك صوت عرفت شلون ف عنده قريب ما شاء الله عليك يعني عنده قريب لا قاعد انا زين شخصيا قلت فرصه تحط حسابي عرفت ف يعني راح السؤال نسيته السؤال كيف اخترعت يعني كيف ايش هواياتك؟ ايش هواياتك؟ صح غير جمع الطوابع و لا 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 العلم قراءة ما شاء الله احب اقرا كثير يعني ما صدقت ليش ايش فيه؟ انا سمعت قصدي قريت بحسابك مكتوب مدمن سناب وش كيف حبيت هذا البرنامج يعني ما هي قصه العشق بينكم لا ما هي وما هي قل ايش السالفه سناب شلون حبيت السناب حلو برنامج سهل
اي سالفه معك شغل شغل جوالك وتكلم، يعني اسهل من انستغرام. انا اشوف اسهل من انستغرام لانه كثير ماني حق مونتاج انا، وغير كذا تقدر تاخذ راحتك فيه، تقدر تاخذ راحتك فيه، وحالاته انه هو عفو، مو ما انت مقيد بشيء معين. جميل صح. انا مره شفت لك قصه، وش قصتك مع اللوحات بالقصيم؟ لا اقدر اوقف السؤال نرجع شوي؟ ها ارجع شوي ابد خذ راحتك. وش الشيء اللي اشهر محمد بكر؟ بداية الشهرة اللي هو اللكنة القصيمية والمواضيع، يعني تنتشر لي مواضيع، يعني اجيب سالفة او يصير لي حدث معين واقوله في سناب ويطلع يعني، بس بداية كوميدية. الشهرة بداية الشهرة اللي هي اللكنة القصيمية. في مقطع معين مقطعين انت شفت؟ اي المقطع حق حط راسك بالدرج؟ لا لا قبله في حق شو اسمه نزل يوكل ذا، وفي قبله مقطع اللي قلت اكتشفت ان في القصيم يا تتكلم زيهم يا يعتبروك ما انت سعودي. هذا وش سالفتها؟ كنت شغال في مكتبه، مكتبه جري، وعلى نزله ايفون قصدك مكتبه يعني مكتبه عامه يعني ايه بدون عشان, عشان لا يطلع لا اضيف عادي كل شيء بفلوس ها ما عليك المندوب انا اكلمه. فعلى نزله الايفون 6 دخل قصيمي هلا والله طبعا كرفيت ابو بكر وحركات واسلوب مبيعات يعني تفضل استاذ من ذلك هلا والله بكر شلونك طيب لا استغفر الله ما يعرفني شاف هلا والله شاف اسمي هلا والله محمد هلا والله تفضل حياك الله اولا تكفى ابو ايفون 6 قلت لا والله استاذي كان موجود وخلص تلعب علينا وفي تزلي ماخذه من عندكم من هنا قلت إيه موجود كان موجود وخلص قال اعطيني زي كذا شاف كرفته واسلوب ما قال لا والله تكفى عطني سعودي خلت تفاهم معي هو يبي قصيمي بس الواحد من تعال تعال انا التعبير الظاهر انا التعبير قال الحوار واخي جيب سعودي قصف ام الجبهه مو هذا كذا هو يبي قصيمي عشان ايش اسمه يتفاهم معاه زي الناس بس هو يمكن خاله التعبير شكله طيب وش قصه اللوحات؟ قصة اللوحات هذه ظاهرة من جد يعني في القصيم منتشرة منتشرة يمكن قصمان ما يحس بأن اللوحات شيء عادي بس وصلت أن أجلس بين قصمان بينهم تحدي اللوحات لوحات سيارة بينهم تحدي سيارة. عندي واحد من أخوياي ما شاء الله فنان يعطيك اسمه يعطيك مكانه يعطيك وين يدرس راعي اللوحة يعطيك راعي اللوحة يعني يعطي الاسم يعطيك راعي اللوحة وين يدرس تجيب له لوحة مميزة يعني لا لازم لا اعط 6-0 ما ادري كم ولد فلان يدرس بذا مره صدام رايح هلوكس قلت السالفه هذه بسناب صدام رايح هلوكس ونزل وهرب اخذت رقم اللوحه وعلى ايام البيبي كتبت يا اخي حق الهيلوكسات دول مشكله دخل علي قصيم وش بك تياخذ صدام رايح هلوكس وهرب قال اولا عطى اللوحه وتكفى والله انا اطلع لك من تحت الارض لا 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 اعطيت اللوحه كتبتها قال غماره انه هيلوكس غمار ولا غمارتين والله تكفى انه غمار يدرس بذاك وترى ولد الافلان وبيته بالنهضة سلام وراح اشوف الهيلوكس واقف امسكوا وادق بيته ولا بلع رجال قدامي خلاص من بعده قلت اكتشفت انه اللوحات فن 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 صدق انت كانك تاثرت يعني تاثرت باللهجه القصيميه صدق نسيت اللهجه المكويه لا 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 اعطيك هنا اعطيك هنا مع قصمان اعطيك قصيمي شوي مع الحجاز اعطيك حجازي حجازي طب طيب ما قالوا المكويه ليش قلبت قصيمي وكذا ولا لا لا انا مو بكل سنابي انه اتكلم قصيمي بين فتره وفتره يعني والاساس اتكلم بلهجه العاديه اذا جت سالفه ممكن اللي بيقوله ممكن يتكلم قصيمي لكن الحياه الطبيعيه اي يتكلم اقاربك اللي بمكه وش ردت فعلهم عن كونك انك تتكلم قصيمي واشتهرت وصرت يعني ما شاء الله تبارك الله هي اي واحد يشتهر في البدايه لازم يواجه صح صعوبه من الاقارب يعني انت لانه شيء حساس هذا انت تتكلم يعني عن لكنه ناس ايه يا يتقبلوها يا ولازم انك تكون يعني سلبيه تكون ايجابيه عليك او سلبيه عليك يعني في بعض الناس يحس انك تستهزئ فيه ايه لازم هذه في ناس يحسبوا انك تستهزئ من ذا الكلام بس يوم يشوف جالس بين قصمان واخويا قصمان ورايح وجاي يعرف ان الوضع انه مزعج شكلك كنت يعني من يوم ما جيت القصيم تعرفت على ناس زحيف ايه عشان كذا دخلت زاحف
دوران وهجول ابو بكر صار ايوه لا تدري ايش المشكله اخوياي دوران انا في جد ايش اسوي فلازم اجرب يعني طفش الحالي تجرب معهم دوران دوران وندور 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 ابو بكر مو زي كذا بجده لا يدرون والله عسلان دوران ما هو شيء والله العظيم مو زي كذا ما تلقاهم قاعد بالمرتبه والله جوكم بيض لازم اجرب انا الوضع هذا بس تعودت لا يلا مراقب ابو بكر مراقب لا يعرفوا بعض اكتشفت انه يعرفوا بعض هلا فلان هلا عشان يمكن يعني ما تبلش اذا رحت تلقى لك واحد تسمعهم زين الشاهي ما تبلش وعندي واحد ما يسلم هنا ويسلم هنا واتعب اذا كان مشهور والله العظيم اسلوب مشاهير هلا والله انت اقلط والله يتقهوى هنا ويتقهوى هنا ويتقهوى بس القصيم تعجبني فيها خلنا ناخذ من ناحيه ايجابيه صدق اجتماعيه انا رحت لابو فهد كنا عنده قبل هذا اسبوع في المدنه ما قصر بيض الله وجهه المدنه حبيبي والله حييكم اجتماعيين يعني استراحه هذا تعرف استراحه هذا واستراحه هذا يعرفون استراحه فلاني ويعني تعرفون يعني هذا يعني حياه القصمان ترى وانتم صحوا لي حياه اجتماعيه بحته شبابهم حريمهم بناتهم صح صح شيبانهم صح ولا صحيح هذه حاجه ترى ايجابيه جدا 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 مثلهم مثل الحايل هذه حاجة بطلة اللي يزود هذا الشيء انه القصيم مدينة زراعية ترى المزارع وحياة المزارع تخلي الناس يتمسكون بالحياة القديمة شوي لا بتصير سياحية صحيح بعد فترة بيك الحين حقنا الرياض قصدك احمر احمر اللي ناكل بالكاتشب طيب مو مشكلة كتل هذه مو مشكلة لا شخص لا يفع ابو بكر لا تعل هذه الشركات اقول للادارة تحاسبكم تعطيكم مبلغ والله ظهر ادارتهم تحاسبك انت ياخذون من دراهمك حمودي الشخص اللي يتعب بسيارته يوقفه ويجلمك ويعلك ويخليك تدور به الليل كله وش قصته هذا؟ هذه برضه سالفة نفس حق اللوحات أنا المشكلة دخلت في حقين هيلوكسات وربوع وبكر هاي ولا ذيك فكان أي واحد من أخوياي يغسل يلمع ويجلي الظهرية كلها شك 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 يرتب الظهر 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 يطلع العصر يطلع العصر يلبق بالنهضة أبو بكر وينك؟ تكفى ولا تعال مرن انا احسب مبنشي متعطل مسروق موتر امر الاقي الهيلوكس باقي رتب يضبط ونركب يلا يلا دربي تكفى طيب سيارتك اللي مشتريها لا تكفى ابيرك بعشرة بنزين اصدور يا ابوي جديد لا ليش؟ يمكن ترى في ناس ما يدري ليش نصب في ناس الحين يتابعون ما يدرون ايش القصه الى الان القصة انه هو سيارتي واقفة شوف سيارتي زي 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 المعارض استعراض سيارات يعني استعراض سيارات يستعرض سيارته يسمون النص ويخلي يومين كامل وهو باقي اسبوع وهو باقي والله اسبوع وتوصل اسبوع اخوي يدق عليه وش عندك ناصب بالنهضة شايف لوحته والله العظيم انا استغرب كيف هيلوكسات نفس الشكل نفس الجنوط نفس يعرف موتر انا سيارتي بالكسنتات ما طلعها هو جمد والله شيء غريب محمد انا صراحه اشوف محمد تميز بالسناب اكثر من انستغرام هل في كل شخص له نظريته زي ما قلت لك سناب اسهل سالفه عندك ضغطه زر وماشي اما انستغرام انا مالي في المونتاج ومن النوع اللي جاتني فكره اليوم اذا ما صورتها انستغرام تقول لي بكره ما اعرف يعني لازم احارب حارب يعني انت صاحب حدث ممثل حدث يمكن تقدر تقول زي كذا واقع يعني مثلي تماما في نفس اللحظه جتني فكره ابغى اسويها ما اقدر افكر وذا صح مثلي هذه هي يعني لو لي في الانتاج شوي يمكن اشتغلت في الانستغرام وهذا ترى يعيش واقعيته تماما في السناب هذه الشخصيات احسها تعيش واقعيته في السناب طيب الحين اذا انا احاول اني مثلا ابي اسولف بسناب وزي كذا بس اذا جتني سالفه مثلا صار لي موقف ولا شيء اقول خلاص الموقف هذا بحفظه عشان اسولف بو عند العيال ولا اسولف بو السناب هم لا جيت جاء وقته بسولف بو هنساه يعني انت ما شاء الله عليك وشلون انتم الناس كلكم يعني اللي يسولفون ذول حق السواليف شلون تجمع سواليفك عطنا الخلطه هولا انا اغلب الوضع في سناب يوميات حلو اذا صار لي حدث معين على طول شغل سنابي واشتغل عليه على طول اي زي المقطع حق الفوردات لف علي حق فور شفت الموت
مالي الا سناب وارتاح ارتاح العالم تشوفني معصب.